الأول في هذه المواجهة من جانب فريق الفتح الرباطي. تلعب مقوسة دي فرصة كرة ثابتة، قلت بأنه الكرات الثابتة ستكون حل من الحلول، كانت مقوسة دائرية أكيد في الزاوية 90، تزم الحارس ياسر الحواصي وتمنح الهدف الأول لفائدة فريق الفتح الرباطي. انتبهوا العادة من جديد، كان سوء على مستوى التقدير من جانب الحارس ومشات الكرة مباشرة في اتجاه الشباك، وأكيد فرحة كبيرة من جانب مراد باطنة. أكيد الهدف ديال فريق الفتح الرباطي في حدود دقيقة 35 تأتي في الوقت المناسب. انتبهوا كنظن قرار الحكم كان قرار سليم بنسبة كبيرة. كدار المادي النغمي، هذه فرصة يضيع. واضح كذلك لفائدة فريق الجيش الملكي، هذه فرصة أكيد مدافع فريق الجيش الملكي بكرة ثابتة نفذها حسن الطير على طريقة أكيد على المقص في اتجاه أنس عزيمة الذي يحلق ويسدد براسية. هدف التعادل لفريق الجيش الملكي، هدف مقابل هدف. أكيد الآن ستكون أجواء أخرى وإيقاع آخر.